بص معايا كده يا شباب، المسألة دي كانت ده كان امتحان أو مسألة امتحان جت في السمر اللي فات. الفكرة فيها إن هي ممكن فيها حاجتين، إن هي أولا شكلها مختلف عن الشكل التقليدي لمسائل السنتريفيكال بامبس، إن إحنا متعودين إن مسألة السنتريفيكال بامب إن هي بتيجي عبارة عن تيبل وبيطلب مني شوية مطالب. المسألة دي جت بشكل مختلف، إن هي جت جراف، إن هو بدل ما أنا بقعد أرسم وأضيع وقت، لأ الدكتور جابها بشكل إن هي مرسومة قدامي. طيب إيه اللي جه قدامي؟ هتلاقي إن أنت قدامك الرسمة أهي، إن أنت هتلاقي إيه عندك؟ هتلاقي إن أنت عندك فيه 3 كيرفز الدكتور كان مديهم في المسألة. الكيرف بتاع الـ HQ كيرف اللي هو الخاص بالبامب، ماشي، ده اللي هو عليه الواي أكسس بتاعته اللي هي على الشمال أنا بشاور عليها دي، والكيرف بتاع الإفشنسي، ماشي، اللي هو ليه تدريج على ناحية اليمين أهو، والكيرف الخاص بالسيستم كيرف، تمام، ده اللي هو الكيرف الخاص بالبايبنج للسيستم او السيستم اللي البامب متركبه فيه، تمام. طيب تعالى كده نشوف المساله كده، ايه نشوف ايه المعطيات عندنا في المساله. هو هتلاقي ان هو في المساله بيقول لك ان انا عندي البرفورمانس كيرف اللي هو الكيو والاتش والكيو مع الايتا للسنتريفيكال بامب بتستخدم ميه، اللي هم واضحين في الصوره قدامنا كده. قال لي في الاول لما كانت عندي البامب شغاله عند سرعه 1750، يعني السرعه دي كده عند 1750، ده كانت هي السرعه اللي هو على الجراف الواضح قدامنا كده، تمام. طيب انا قبل ما ابدا في المطالب اقدر اطلع ايه من المساله؟ اقدر اطلع في الاول والله ان انا عندي، اكيد عارف ان انا عندي في الوضع الاول كده، ان انا عندي الاوبريتنج بوينت اللي البامب شغاله عندها هي هتبقى تقاطع السيستم كيرف مع البامب كيرف اللي هو عند النقطه دي كده، ماشي. فكنت هلاقي في الاول ان انا عندي البامب ان هي شغاله عند فلوريت بكام؟ عند فلوريت ب 12 من 100، وتقريبا الهيد عند النقطه دي كان تقريبا نقول قرب ال 4 وايه و50. فلما انا حاجه هنظم حلي هقول ايه؟ هقول والله كده في الاول، هقول والله ان انا عندي هنا الانيشال كيس، تمام، كان عندي ايه؟ كان عندي الكيو ب 12 من 100، وكان عندي الاتش بكام؟ ب 54 متر، طبعا دي كانت متر كيوب بير سكند، تمام. طيب اقدر برضه اطلع تاني برضه ايه، ان انا لو جيت بصيت كده دي كانت الاوبريتنج بوينت وده الكيرف بتاع الافشنسي، فانا لو من عند الاوبريتنج بوينت دي طلعت فيرتيكال كده عشان اجيب الكورسبوندنج او الكفاءه المناظره، هلاقيها ان هي بتساوي كام؟ هلاقي ان هي بتساوي الرقم ده كده، ان هي تقريبا حوالي 66%. فانا هلاقي ان انا عندي هنا في الاخر الافشنسي بكام؟ هلاقي ان هي بتساوي 66%، ماشي. ده كده اول حاجه، ماشي، يبقى ده كده هو كان الوضع الايه في البدايه. فرضا لو هو احتاج مني الباور خلاص هطلع منها الباور على طول، مفيش فيها اي مشكله. طيب هو بيقول لي ان انا عايز ايه؟ ديتيرمن البامب سبيد، تمام، الريكوايرد عشان انا اقلل الفلوريت باي 25%، يعني هو عايز يقلل الفلوريت ب 25%، او بمعنى تاني ان انا الفلوريت اللي كان عندي في الاول هضربه ب 75 في الايه؟ في الميه. طيب يبقى انا كده ممكن اروح بقى ايه؟ اكتب هنا ان انا عندي الايه؟ السكند كيس، هيبقى عندي ساعتها الفلوريد هيساوي كام؟ هيلاقي ان انا عندي الكيو ان هو هيساوي 75% في 12 من 100 اللي هي تقريبا هتساوي 9 من 100 متر كيو بير سكند. طيب اسال بقى نفسي سؤال، الكيو ده هيبقى واقع على السيستم ولا واقع على البامب كيرف؟ بالسنس كده بطريقتين، اول حاجه هو طالب مني النيو سبيد، يبقى بالتالي نقطه 9% دي النقطه اللي هي هتبقى عندي دي هي مش هتبقى واقعه على البامب كيرف، تمام، امال هتبقى واقعه على ايه؟ كنت انا بقول لكم جمله مهمه، مين اللي بيتحكم في الاوبريشن بتاعت البامب؟ السيستم. فهو في البدايه الكيو اللي هي 9 من 100 دي في البدايه لازم هتبقى واقعه على الايه؟ على السيستم. طيب فبالتالي كده النيو اوبريتنج بوينت بقى هتبقى عامله ازاي؟ بص معايا كده، انا عندي الفلوريت بتاع النيو اوبريتنج بوينت انا عارفه اللي لسه مطلعه دلوقتي اللي هو 9 من 100. طب هروح فين بقى؟ هروح على الجراف بتاعي اهو وازود، فين الكيرف بتاع السيستم اهو اللي هو ده اللي هو بمنقط ده، هروح قصاد ال 9 من 100 من هنا واروح اطالع على السيستم اللي هو عند النقطه دي، ماشي. فساعتها دي هي اللي هتبقى النيو اوبريتنج ايه بوينت اللي هو تقريبا الهيد عندها هيبقى تقريبا حوالي 38، ماشي. هروح هنا كده هيبقى عندي نيو اوبريتنج بوينت ان انا عندي كيو ب 9 من 100 متر كيو بير سكند، وهيبقى عندي الهيد بكام؟ الهيد بحوالي 38 متر، تمام.
وهقول لك هكتب لك دي برضو ساعتها ان هي النقطه دي اون السيستم. وعشان افهم لك برضو بطريقه تانية، لو انا بس جبت لون تاني دي عامله ازاي، دي بالظبط عامله كده ان انا زي ما اكون بروح هنا كده وبرسم كيرف للبامب تاني كده، ان هو بيمر بالايه، ان هو بيمر باللوجاريتنج ايه، بوينت يلد. طيب انا عشان اجيب النيو سبيد بقى محتاج اعمل ايه؟ دي كده هتلاقيها اللي هو النوع التاني من مسائل السيميلاريتي، ان انا عندي في بامب كيرف عندي سرعه معينه وعندي في اوبريتنج بوينت عايز اجيب السبيد عندها. فساعتها الحل بتاعي هيبقى ان انا محتاج ان انا اعمل ايه بقى؟ هيبقى الحل ساعتها ان انا لازم اروح ارسم ايه؟ لازم ان انا هروح ارسم الايه، الايزو بيتا كيرف. فانا عارف الايزو بيتا كيرف معادلته عباره عن ايه، ان انا عندي اتش ان هي بتساوي اتش اوبريتنج بوينت على كيو اوبريتنج بوينت سكوير مضروبه في كيو سكوير. تمام، انا كنت ساعات بعملها في الفيديو قبل كده اتش 1 وكيو 1، بس هي مش فارقه يعني، يفترض ان انا هعملها بس الحاجه مميزه عشان محدش ايه يتلخبط. فهيبقى عندي مثلا سي دي الاتش، الاتش بتاعت الاوبريتنج بوينت ان هي 38، الكيوب ب 9 من 100 سكوير مضروبه في ايه؟ في كيو سكوير. طيب دي ساعتها بقى هعمل بيها ايه؟ بمنتهى البساطه هتروح تعمل جدول زي السيستم كيرف كده بالظبط، وتعمل ايه؟ تحط قيم للكيو والايه؟ الاتش. تعمل جدول وساعتها على نفس الجراف اللي فوق ده تيجي رايح راسم ايه بقى؟ تيجي رايح راسم ايزو ايتا كيرف يمر بانهي بقى؟ يمر بالاوبريتنج بوينت دي. ماشي؟ اه كده. ليه انا برسم بقى الايزو ده كيرف؟ لان انا عايز اجيب نقطه مناظره للاوبريتنج بوينت الجديده على الكيرف القديم. سي مثلا انا هسمي النقطه دي مثلا، سي مثلا هسميها نقطه ستار، اي نقطه. فبالتالي ايه اللي هعمله ساعتها؟ اهو مثلا حاجه رايح كده قايل ايه، هقول والله من الافينيتي لو ان انا عندي الكيو بتاعت الاوبريتنج بوينت على كيو ستار هتساوي ايه بقى؟ يفترض ان هي بتساوي ان على ان. فانا هعمل ايه؟ هقول والله ان هي دي الان بتاعت الاوبريتنج بوينت على ان ايه؟ ستار. الكيو بتاع الاوبريتنج بوينت كان تقريبا من 9 من 100. ماشي؟ هعوض بيها عشان بس ان طبعا انا راسمها كروكي، ومثلا ان عندي دي هتبقى مجهوله، هسميها مثلا ان اوبريتنج بوينت على ان ستار اللي هي كانت بكام؟ كانت 1750. الطبيعي ان انا لازم، انا متوقع لو انا فاهم ان لازم ال ان دي هتطلع لي، لازم هتطلع اقل من ال 1750 اهو. ماشي؟ لان الطبيعي ان انا الكيرف بتاع البامب كانه هنا كده، فلازم دي تبقى لازم هنا، وانا عارف ان ده اتجاه زياده الايه؟ السرعه، فلازم السرعه اللي هتطلع لي هنا تبقى اقل من ايه؟ اقل من 1750. ماشي؟ يبقى انا كده جبت اللي هو المطلوب اللي هو رقم ايه؟ اللي هو رقم إيه؟ طيب المطلوب التاني بقى ان هو كان عايز يحدد الريدكشن في الباور اللي حصل لما انا غيرت الايه، السرعه ما بين الحاله الاولى والحاله التانيه. طيب انا كنت في الحاله الاولانيه كنت شغال عند المعطيات دي، فهعمل ايه؟ بمنتهى البساطه كده هروح اقول والله ان انا عندي الباور او الشافت باور بالاخص ان هو بيساوي كام؟ ان هو هيساوي الرو في جي في الكيو في الاتش على الايه؟ على الافشنسي. انا معايا كل حاجه من دول، هحسب الباور بالايه؟ الرقم اللي هيطلع لي، هيطلع لي بالوقت. ماشي؟ طيب لو انا جيت بقى في الحاله الثانيه بقى دي، ماشي، وعايز احسب الباور، فهي نفس الكلام، هتساوي رو في جي في الكيو في الاتش على الافشنسي. طب انا معايا الكيو ب 9 من 100 والهيد 38، الافشنسي بقى هتساوي كام؟ بصوا بقى كده، الافشنسي بمنتهى البساطه كانت الغلطه اللي بتحصل كنت بقولها حتى في الفيديو اللي قبل كده، ان هو الناس تطلع من عند الاوبريتنج بوينت تطلع على الافشنسي، واتفقنا ان ده غلط، لان انا كده انا الاوبريتنج بوينت الجديد عند سرعه والكيرف اللي هو مديهولي عند سرعه مختلفه، فالكلام ده طبعا غلط وما ينفعش ان انا اعمله. فالحل ان انا هعمل ايه؟ الحل ان انا هطلع من عند نقطه الستار اللي انا عارف الافشنسي او كيرف الافشنسي بتاعها، واروح اجيب الايه؟ الافشنسي بتاعتي. ماشي؟ ده هو شباب الايه؟ الموضوع كله. كانت في غلطه شباب برضو الناس كلها بتقع فيها برضو، اللي هي بتعمل ايه، ان هو يروح، لو انا بس مسحت الكيرفات دي كده، ماشي، ثانيه واحده،
ماشي. ان الناس تعمل ايه بقى؟ ان هو يعمل سيميلاريتي بقى ما بين ايه وايه، او يطبق الافينيتي لو ما بين نقطه الاوبريتنج بوينت الجديده ونقطه الاوبريتنج بوينت القديمه. طبعا الكلام ده غلط، لان هما الاثنين مش واقعين على نفس الايزو دا كيرف، الاثنين واقعين على سيستم كيرف واحد، لكن ما فيش اي علاقه ايه سيميلاريتي ايه ما بين. ماشي. طيب فده يا شباب كده ايه، ده المطلوب اللي هو رقم بي. طيب مطلوب سي بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عملت فالف ثروتلينج، فكلمه فالف ثروتلينج ان انا هشتغل عند نفس السرعه اللي هو مديها لي، اللي هي بكام؟ اللي هي ب 1750. فهو طالب مني ايه بقى؟ طالب ان هو عايز يشوف الريدكشن في الباور اللي هيحصل، ماشي، وعايز ان هو يقارنها بالحاله بتاعه الايه السبيد، ايه السبيد كنترول. طيب تعالى كده افضي الجراف ده كده عشان بس ايه نشتغل فيه. ده كده كان الجراف في الاول على الحاله اللي احنا كنا شغالين فيها. طيب انا لما هعمل فالف ثروتلينج برضو عشان هو ارجع للقيمه القديمه، فانا هبقى شغال فين؟ عند شغال عند برضو عند فلوريد ب 9%، بس دلوقتي انا هبقى شغال عند نفس البامب، نفس الكيرف بتاع البامب اللي هو مديهولي. فهبقى انا تقريبا هبقى شغال فين؟ هبقى شغال عند النقطه دي، هي في الحاله دي هي اللي هتمثل ايه النيو اوبريتنج ايه بوينت. تمام. فانا برضو خلاص بقى معايا نيو اوبريتنج بوينت ان هو عندها بكام بقى، دي بقى اللي هي هتبقى الحاله الثالثه اللي هي الثيرد كيس، اللي هي الايه الفالف ثروتلينج، ان انا هبقى شغال عند كيو ب 9%، وهبقى شغال بالظبط عند الهيد تقريبا هيبقى بحوالي 63 او 64. ماشي. وساعتها الافشنسي برضو لو انا طلعت حسبتها هلاقيها هتبقى عامله ازاي. بصوا معايا كده، اهو هطلع من الجراف، اهو كل اللي انا هعمله طالما انا عندي الاوبريتنج بوينت عند نفس السرعه هطلع كده. ماشي. ماشي، هطلع شغال هنا. فتقريبا الافشنسي هتبقى عند 70 في الايه، عند 70%. خلاص اروح منها احسب الايه، انا اروح منها احسب الباور. ماشي. بس والمقارنه ما بين الباور ما بين كل حاله وحاله، خلاص دي الموضوع ما مش فيش فيها ايه مشكله. ماشي. يبقى كده نقطه رقم سي هي برضو ايه خلصت. طيب بيقول لي بقى شباب فور ذا نيو سبيد استيميت النورمال، او اللي هو الديزاين ديسشارج اند الايه الشافت باور. دي بقى هعملها ازاي؟ احنا زي ما اتفقنا شباب ان انا عندي كلمه نورمال اللي هي معناها ان هو القيم المناظره للايه للبيست ايه افشنسي بوينت، او اللي هي الماكسيمم افشنسي. اه طيب اعملها بقى ازاي؟ اول حاجه عملتها بلون ازرق، ان انا هعمل ايه؟ ان انا هروح على نقطه الماكسيمم افشنسي اللي هي تقريبا عند النقطه دي تقريبا يعني. ماشي. ده هو كده النقطه بتاعت الماكسيمم افشنسي. ماشي. ده كده كان في الحاله الاولانيه. تمام. فهنزل كده، كده انا جبت النقطه اللي هي بتاعت البيست افشنسي بوينت او الايه او الماكسيمم افشنسي. خلينا هعملها برضو هنا على جنب علشان برضو ايه تبقى الدنيا منظمه. يعني هقول في الاول ايه، هنظم حلي في الاول، هقول ازاي، هقول والله كده عند ات ان بتساوي 1750 ار بي ام. كنت هقول ايه؟ هقول والله ان انا عندي البيست افشنسي بوينت تمام كانت بتساوي كام، هي كانت تقريبا حوالي يعني عند 9% تقريبا يعني، مش ما راحتش بعيد يعني. كان تقريبا كان عندي الكيو 9%، وكان عندي الهيد كان تقريبا حوالي 64 او 63، هي تقريبا هي النقطه اللي احنا كنا حاسبينها في الاول. ماشي. حلو. طيب ده كده هو كان البيست افشنسي بوينت، كان النورمال فلو ريت والنورمال هيد. ولو هو طلب مني الباور هروح ايه احسبها بنفس الطريقه اللي هو رو جي كيو اتش على ايه على ايه. ماشي. اروح احسب منها الايه الباور. طيب ده كده كان البيست افشنسي بوينت عند الايه، عند اللي هو السرعه اللي كانت في الاول. طيب هو لو عايز يجيب بقى النقطه المناظره للنقطه دي عند السرعه القديمه، يعني مثلا سي مثلا لو انا افترضت ان انا سي مثلا لما انت جيت حسبتها طلعت السرعه الجديده مثلا سي مثلا 1500،
انا ما حسبتهاش طبعا، هو الرقم ده ممكن ميبقاش مظبوط يعني، بس انا فرضا ان هي دي السرعه الجديده، بس انا هكتب كده جنبك ان هي النيو سبيد. طيب هو لما يطلب مني بقى النيو ديستشارج والحاجات دي، طيب هعملها بقى ازاي؟ مش هو برضه عند السرعه الجديده ان هو هنفترض برضه ان هو البيست افشنسي بوينت الجديده ان هي هيبقى ليها نفس الكفاءه زي النقطه القديمه، او اللي هي هتبقى النقطه المناظره ليها عند السرعه الجديده، تمام؟ او عشان اوضحها لك برضه بطريقه تانيه اكنها عامله ازاي؟ زي مثلا وانا بس مسحت كده، نقطة البيست افشنسي بوينت هنفترض ان هي هنا مثلا، او هعملها تاني بس معلش، نقطة البيست افشنسي بوينت اكنها هنا، وهفترض مثلا ان انا عندي الكيرف بتاع البامب الجديد عامل كده مثلا فرضا يعني، ماشي؟ فساعتها لما انا حاجه ارسم الايزو ده كيرف هيبقى عامل ازاي؟ لو انا مثلا سير رسمته بكيرف بالاحمر مثلا، كاني مثلا عندي نقطه هتبقى عامله كده ماشي، فاكيد هي هتبقى دي هي نقطه الايه؟ الايه؟ البيست افشنسي بوينت عند النقطه الجديده. او بطريقه تانيه سهل عليك خالص، ان انت كل اللي انا هعمله عشان اجيب البيست افشنسي بوينت هقول ايه؟ والله هقول ان انا عندي كيو 2 على كيو 1 هتساوي ان 2 على ان 1. كيو 2 انا كنت مطلعها ب 9 من 100 على كيو 1 اللي انا هحسبها بقى، وان 2 اللي هي ب 1750، وان 1 اللي هي بايه؟ ب 1000 500 ماشي؟ يعني اكني بطبق بس كل الرول بتاعت الايه؟ الرول بتاعت الافينيتي رول ماشي؟ طب لو انا عايز اعملها بقى على الباور، فانا هقول والله انت هيبقى عندك الباور على الباور هتساوي ايه بقى؟ ان هي هتساوي ان على ان الكل تمام ماشي؟ وتروح تحسب برضو النورمال باور في حاله الايه؟ السرعه الايه؟ السرعه الايه؟ ماشي؟ حته بشبه برضو مهمه، هو الرموز انت حطها زي ما انت عايز، يعني مثلا ممكن تحطها كيو 2 على كيو 1، كيو 1 على كيو 2، مثلا ممكن كيو نيو على كيو اولد زي ما تحبها، الرمز اللي هو هيوفق اللي هو هيخليك ما تتلخبطش ما فيش فيها مشكله، بس هي يعني الفكره كلها ان هو في المطلوب بتاع اللي هو النيو سبيد، او اللي هو ان انا من السرعه جيت احدد النيو، احدد النورمال او الديزاين ديسشارج اند باور، ان انا كل الحكايه هشوف فين البيست افشنسي بوينت عند السرعه الاولانيه اللي هو مديها لي، واروح اشوف النقطه المناظره ليها عن طريق ان انا هطبق العلاقات بتاعت الافينيتي لو او السيمينارتي على الايه؟ على السرعه الجديده. بس يا شباب هي دي كانت الفكره بتاعت المساله دي سريعا الاكثر.